أحد علماء الأنثروبولوجيا إحدى القبائل البدائية التي لم تصلها المدنية في مجاهل إفريقيا، وأجرى مسابقة بين أولاد تلك القبيلة. وضع عند جذع شجرة سلة مليئة بالحلوى والفاكهة، وطلب من الأولاد أن يبتعدوا، وقال لهم: من يصل أولاً يحصل على كل شيء. وكم كانت دهشته عظيمة عندما رأى الأولاد قد أمسكوا بأيدي بعضهم البعض وساروا معا حتى وصلوا إلى سلة الفاكهة واقتسموا ما فيها معا. سألهم باستغراب: ما هذا؟ فقالوا بلغتهم العامية: أبونتو. وأبونتو تعني لا للأنانية. قالوا له: كيف يمكن لأحدنا أن يكون سعيدا بينما يشقى الآخرون؟ كل واحد فينا موجود لأن الآخر موجود. لعلكم انتبهتم أني قلت أن هذه القبيلة لم تصلها المدنية، ولم أقل لم تصلها الحضارة. هناك فرق شاسع وكبير بين المدنية والحضارة. المدنية في المخترعات، في شق الطرق، في الأدوية، في وسائل المواصلات والاتصالات، في أدوات الحروب وأدوات الطب وإطفاء الحرائق. أما الحضارة ففي الأفكار وفي القيم. وهذا العالم اليوم متمدن بشكل رهيب، ولكنه للأسف متحضر بشكل مخزي. في باريس مثلا يأكلون بالشوكة والسكين، رغم أنهم يعلمون أن دولتهم تسرق خيرات إفريقيا بكاملها. وفي أمريكا قرب دار الأوبرا يبكون لمنظر قطة مدهوسة في الشارع، ولا يبكون لكل الدماء التي يسفكها جنود المارينز حول العالم. إن امتلاكك جهاز آيفون حديث لا يجعلك متحضرا. الحقيقة ما يجعلك متحضرا هو قلبك وفكرك وأخلاقك. جهاز الآيفون مدنية، أنت متمدن. أما قيمك، قلبك، أفكارك، تعاملك مع الناس هي التي تجعلك متحضرا أو متخلفا.